جيري ميتا كارسون زفير كدولة دردين مارك وقابسا سوماليا مركي اي كسو دكتي قرون كديارة دا عقال وحال قاسي قابلي وزير كاري مهد دي بدا سومالي لان دكتر سعد علي شري وحنا ورفيديان كسي ودا جيرا وقلا حدلين إزلافاف كوري حرون تاح قرون كديارة دا عقال وقورين وحا صفر كان سؤدالك ففاين كبهي دكتر سعد علي شري وزير كاري مهد دي بدا نساك وحا إن صوب وقضي وغالكن نوغي يمي سفير كودن كدنمارك وفدي نيروبي ان وجهده كدنبيسي سودال كدنا وحا هي ان او كور غشو حالدا ابارها يو انن كودا هادلو سيدي انو خوجين لاهين خرير كلا بدا دل ود كدنمارك وا ودمد اادي ياد رنتي انو تاغيرا سولو سوتان بابا قيب وين بي كقاتاي يو ودن كدنمارك كو كقاتاي صندوق هرومارينتي سومالي هدوني رتال كان وغم هاد عليو دولي دي دولك دان ماربا سيد وين الحاد كلا قيمة عليه أي نو تاغيران هنكلو دوني يا إنن أنو كفا دي سنة أي فرصة دان أنو باقو دات كرير سومالي لان إن إن كستو يمك روب كو عو نو عرتي أن رون تي لايس ديغانين وان لورانون روب باد دايو هكا سيدي باتدو كودا ماتي إن سيدي دادال كي ينو ودني سيدي نو تاكولين لحين ولا لدينا أبارا كتبا لوبي إن نو حقيقة سي ونو حوچنو إن شاء الله وسلام danke da meta corson zafirka dawladda denmark ayaa xusay in ujeedada socdaalkeedu ku qotanto dhanka baaraha sidii shacabiga somaliland looga taageeri la this time around one of the main issues we have discussed is the drought situation I want to say that from the danish side we are following the situation very closely Well, this is not what has been discussed this time around. I think on the status of Somaliland, we are not in a position to make any decisions. I think this is something that the African Union and the other African countries should deal with, first of all. Socdaalkani magaalada Hargeysa ay ku timi. Danjire Meta Corson ayaa waxa uu daba socdaa. socdaalo muddooyinkii laga soo gudbay safiiro badan oo ka socda qaaradda Yurub ay ku imanayeen magaalada Hargeysa sidoo kale deegaanada Soomaaliland ka tirsan si qayb ay uga qaataan dhanka abaaraha oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa